هي فترة بتاع ترشحات نعرف اللي هي فترة صعبة شوية وفقا لإشكاليات وموجودة في إجراءات قبول الترشحات. احنا الهيئة بدينا في ماراثون بتاع اللقاءات المفتوحة مع الأحزاب السياسية مع المجتمع المدني مع كل المتدخلين وباش نكونوا جاهزين للإجابة على كل التساؤلات على كل معنا في إطار التفاعلات مع بعضنا. وهذا الاجتماع الأول هو باش يكون مركزي في تونس وهناك اجتماعات أخرى على مستوى جهوي بطبيعة الحال باش نفسروا وباش نوزعوا دليل بتاع ترشحات تقريبا ما يقارب على 6000 نسخة فيها معناها بالتفصيل كل شروط الترشح وإجراءات الترشح. هذا في إطار معناها وأن باش نحاولوا نمنع القائمات من الإسقاط في الفترة متاع البت، هي فترة هامة. وكذلك بالنسبة للقاءات الجهوية باش يشرف عليها مجلس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة وكذلك رئيس الهيئة. صحيح شروط صعيبة وإحنا شاعرين بها وهذاك علاش إحنا في إطار التفاعل وفي إطار هذه اللقاءات لتذليل ربما هذه الصعوبات. هناك بعض التساؤلات والتفاعلات اللي هي معنا جابها قانون انتخابي معناش فيها اجتهاد اللي هي معنا مش مسألة اجتهادية بتاع الهيئة، لكن احنا مشينا في إطار التيسير في الحقيقة في خصوص دليل الترشحات. في المفهوم بتاع الترشحات هناك تيسير وتسهيل بالنسبة للقائمات المترشحة من خلال خاصة مثال عدم اشتراط وأن يكون وثيقة الدخل لسنة 17 فقط، بل مشينا في أن تكون لسنة 17 لسنة 2016 وثيقة شهادة الأبراج نجم تكون 18 نجم تكون 17، معناها كلها في إطار التيسير ونعرفوا اللي هي شروط صعبة ودعوة ليهم أنهم يقروا القانون الانتخابي مليح، دليل الترشحات مليح، البرنامة مضبوطة، فترة التسجيل انتهت والقانون واضح وأنه يغلق باب التسجيل 4 أشهر قبل فترة التصويت، ولا يمكن كذلك التمديد في فترة الترشحات على خاطر الرزنامة مضبوطة وبالقانون 7 أيام مجموش نمدوا فيها باش تدخل بعد مرحلة معناها الطعون وبعد باش تدخل في الحملة الانتخابية معاش النجم. يمكن التعديل هي رأي شروط جاء بها النص القانوني والقانون الانتخابي، معناها لا يمكن أن نجتهد في النصوص القانونية وفي الشروط وخاصة الشروط الملزمة والمسقطة القائمة ليس فيها أي اجتهاد. الاجتهاد هو في باب ربما التصحيح وأن نعطوا فرصة للتصحيح لإكمال بعض الوثائق إلى آخره. احنا ماذا بينا المناخ السياسي يكون شفاف ويكون واضح، لكن هي راهي مسألة تخص المناخ السياسي وتخص الأخلاق السياسية ما تخصش معناها النواحي القانونية. ليس هناك قانون واضح وصريح يلزم الهيئة بأن تتدخل في هذا الموضوع، هذا هو موضوع كبير يجب أن يطرح للنقاش بين الجميع. مجال تدخل الهيئة ينطلق في فترة انتخابية بداية من 13 فيفري ويصل إلى حدود الحملة الانتخابية. بطبيعة الحال احنا في إطار المنشور اللي كان أرسله رئيس الحكومة إلى كل الإدارات والولايات والأعضاء الحكومة وإحنا شاركنا فيه كان فيه معناها بضرورة التذكير بواجب الحياد وإحنا اللي نأمن بالحق معناها ضرورة احترام كل القوانين والمناشير. بالعكس في وقته مازالوا 16 يوم على موعد تقديم الترشحات وهذا لقاء أول بطبيعة الحال معناها القائمات توا في طور التحضير وثم لقاءات جهوية وباش نختتم يوم 13 فيفري كذلك بلقاء أخير باش يكون فيه اللمسات الأخيرة. بالعكس هو لقاء في وقته ومسألة متاع الحضور معناها بالعكس موجودين كل تقريب الأغلبية بتاع ممثلي الأحزاب وطرحوا إشكاليات احنا باش نتفاعلوا معها في إطار مجلس الهيئة. الهيئة مستعدة وإدارة انتخابية مستعدة على مستوى اللوجستي على مستوى التشريع على مستوى الانتدابات والجانب البشري على مستوى التكوين كل الأمور جاهزة وكل مرحلة باش نعطوها معناها التحضير والتحضير اللازم خاصة لنجاحها لأنها كلها متعلقة بمدى احترام لقرارات الهيئة في النهاية.